بالذات الأرب آيدل لأنه هو أرب آيدل. أول شيء الأرب آيدل كبرنامج محبوب العرب طبعا احترامي تبويس في ناس يقدروا، بس أنا حبيت أرب آيدل لأنه عربي، برنامج عربي، غناء عربي، متابعينه كتير في ناس بأخذوا أرب آيدل، وأنا حبيت برنامج لأنه بأخذ راحتي الغنائي أكثر، لأنه تبويس كتير حلو، برامج كتير كتير حلوة، بس أنا حبيت أرب آيدل، حبيت أرب آيدل تحديدا. مهرجان كرتاي وانتي مرة صغيرة صرت على مهرجان كرتاي، وتم معناها اكيد حتى على الصحة الفنية تطلع على مهرجان كرتاي، ونعرفوا انه جمهور كرتاي صعيب طبعا، التمنيع صعيب ما ينجوش صحيح. كل شيء شرفي اني اكون على المسرح اللي وقفوا عليه ملكة الطرب في العالم العربي. مسرح ومش هوين، بس ان شاء الله نكون قدها، ومحضر كثير اغاني جميله ان شاء الله ربي. انا بعرف انه شعب تونس قواه وفنانين ومستمعين، يعني كيف بقول سؤال، يعني نسمع الصح وبعرف الصح بالفعل. فانا لي الشرف اني اكون موجود على المسرح واقدم احلى ما عندي لافرق الشعب والجمهور الغالي، فان شاء الله خير. نحضر شغلات كتير حلوة، ما رح أحكي لك. أنا بحبكم برشا برشا، لكل جمهور الغالي في تونس وشعب تونس، وبإذن الله في أغنية يعني بشهر قريبا يعني رح أعملها لشعب تونس إهداء مني ومن فلسطين لإلكم، لأنكم تستاهلوا. أنتوا احتضنتونا في أيام الصعبة وإحنا بنحبكم برشا برشا، وأنتوا بقلوبنا بحبكم كتير.